حتى تمتزج تماما. نتأكد أنها امتزجت. الآن نضيف الزيوت العطرية. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيد البشرية محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم إن شاء الله تعالى وعندنا خمرية شرقية فاخرة جدا تعطينا رائحة بخورية عند وضعها. نبدأ على بركة الله في المكونات. عندنا هنا تراب المسك، وهنا الظفور أو الظفر محمص ومعطر وجاهز، وعندنا هنا الزيوت العطرية. عندنا هنا الزيوت العطرية، نضع 60 ملي من عطر البخور، والباقي نضيف له المسك المتسلق. عندنا هنا ورد سبارتا، وهنا الزعفران الأبيض، واحرصوا على جودة الزيوت. وهنا العنبر. نبدأ قبل ما نبدأ، هذا عطر برائحة العود، ممكن أنكم تستخدموا أي رائحة أخرى، لكن الأفضل يكون برائحة العود أو البخور. نضيف المكونات. بسم الله الرحمن الرحيم، نضيف الظفور، ثم نضيف المسك أو تراب المسك، نبدأ الآن في تحريك المواد الجافة حتى تمتزج تماما. نتأكد أنها امتزجت. الآن نضيف الزيوت العطرية. نضيف الزيوت العطرية بالتدريج. نضيف الآن العنبر. كل شيء مكتوب لكم في صندوق الوصف أسفل الفيديو، كل المكونات والنسب موجودة. نضيف الآن الزعفران الأبيض، والآن نضيف ورد سبارتا، أضفنا المكونات. الآن نبدأ في مزج المكونات مع الزيوت العطرية. هنا في هذه المرحلة أضيف 10 رشات من العطر وأخفق بشكل جيد، ثم أضعها في زجاجة التخمير ونخمرها لمدة 20 يوم إلى شهر ثم تستخدم. رائحة جميلة جدا تعطي الشعر والجسم رائحة بخورية كأنك متبخرة في عود. إن شاء الله يكون الدرس واضح، وأي استفسارات أنا معكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله.